ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من جو برو بالعربي، واول فيديو في الاستوديو الجديد بتاعنا. ناس كتير بتسألنا ايه افضل سيلف ستيك لكاميرات الجو برو، او اشتري اي سيلف ستيك للجو برو. فاحنا في الفيديو ده هنعمل مقارنة بين الخمس انواع بتوع السيلف ستيكس اللي شركة جو برو بتعملها للكاميرات بتاعتها، وعلى حسب استخدام كل شخص من مشاهدينا هيختار ايه افضل سيلف ستيك بالنسبة له، وايه اللي هتفيده وايه اللي مش هتفيده، وايه اللي هتنفعه وايه اللي مش هتنفعه. وقبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا عن كاميرات الجو برو واستخداماتها والاكسسوارات بتاعتها. طيب هنبدأ أول حاجة بطريقة القفل والفتح لكل سيلف ستيك، وإيه أسهلهم وإيه أصعبهم. هنبدأ بالشورتي. الشورتي ببساطة جدا أنت بتشدها بتفتح وبتزقها تاني بتقفل، يعني مفيش لف ولا مسامير ولا أي حاجة، هي بتفتح كده وبتقفل كده، تمام؟ دي الشورتي. الهاندلر طبعا أو الفلوتي الجريب ما بتفتحش ولا بتقفل. بعد كده عندنا ال 3 واي، ده بنفتحه، وبعدين مسمار تحت بنفتحه برضو. وانا الصراحة يعني بشوفها صعبة شوية، بس هي يعني للأمان. وبعد ما تفتحها بتربط المسامير تاني عشان تكون ثابتة، وانت بتقفلها بتفتح المسامير وبعدين تقفلها. بس في زرار هنا، الزرار ده أمان يعني، وانت بتقفلها مش هتقفل الا لما تدوس على الزرار ده، فبتدوس على الزرار وبعدين تقفلها. دي ال 3 واي. بعد كده عندنا الماكس جريب. الماكس جريب سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة صعبة، يعني بتلفها زي اي سيلف ستيك، بتفتحها وبعد كده بتلفها العكس بتقفل، يعني بتلفها تفتح تقفلها وبعدين تلف الناحية التانية. بعد كده الجراندي. الجراندي برضو زي الماكس جريب، انت بتلف الجزء اللي فوق ده، بتلفه مع عقارب الساعة وبتفتحها وبعدين بتلف الناحية التانية عشان تثبت، فبتلف تفتح وتقفل وبعدين تلف تاني تقفل.
طيب هنشوف دلوقتي مع بعض انهي سيلف ستيك اللي فيها مكان انه يتحط فيها حبل زي ده انك تحطه في ايدك وانت بتستخدمها مثلا في المية او بتصور في اي حتة. طيب هنشوف دلوقتي انهي سيلف ستيك فيها ترايبود وانهي سيلف ستيك ما فيهاش ترايبود وايه اللي ينفع تركب على ترايبود وايه اللي ما ينفعش تركب على ترايبود. هنبدا الاول بالشورتي. الشورتي فيها ترايبود زي ما انتم شايفين وسهله جدا في الفتح، بتحطها بتثبتها بتصور اللي انت عايزه وبعد كده بتقفلها بسهوله جدا كده. الشورتي فيها ترايبود. الهاندلر او الفلوتي طبعا ما فيهاش ترايبود لان هي بتستخدم في المياه بس او النشاطات المائيه فما فيهاش ترايبود. بعد كده عندنا الثري واي. الثري واي فيها ترايبود، بتفكها من هنا، بتكون موجوده في الايد بتاعتها، بتفكها وبعدين بتعكسها وتلفها تقفلها الناحيه التانيه وبعد كده بتفتح الترايبود تثبتها للتصوير، بتكون بالشكل ده بتثبتها. بعد كده لما بتيجي تقفلها بتقفلها برضو كده، بعدين تفكها وتدخلها جوه تاني وتربطها. يبقى كده الثري واي فيها ترايبود. بعد كده عندنا الماكس جريب. الماكس جريب يا جماعة من احسن الترايبودز بتاعت جو برو، او احسن ترايبود في سيلف ستيك شركة جو برو بتعملها، لانها قوية جدا زي ما انتم شايفين مساحتها قد ايه، فبتكون ثابتة جدا، ثابتة زي ما انتم شايفين، وبتقدر تثبت الكاميرا تصور بيها، بتكون بالشكل ده وبتديك مسافة اعلى من الشورتي ومن الثري واي، وهي افضل ترايبود انها ماسكة نفسها جدا والخامة بتاعتها حلوة جدا. بعد كده عندنا الجراندي. الجراندي ما فيهاش للأسف ترايبود، بس فيها مكان لمسمار. المسمار ده تقدر تركبه على اي ترايبود تانية بتاعت كاميرات دي اس ال ار او اي كاميرات تانية. المكان ده تقدر تركبه كده على اي ترايبود تاني لو انت عايز مسافة اعلى، فهي ما فيهاش ترايبود جاي معاها بس تقدر تركبها على ترايبودز تانية. Thank you.
انا عن نفسي السيلف ستيك المفضله بالنسبه لي هي الجو برو ماكس جريب. الجو برو ماكس جريب الخامه بتاعتها حلوه جدا وبتكفي بتكفيني في كل النشاطات او الحاجات اللي انا بصورها ايا كان. انا كنت عايزها سيلف ستيك قصيره مثلا او طويله بتكفي طويله، ولو كمان عايزها ترايبود انا شايفها احسن واحده، او يعني انا بفضلها. انا بفضل الجو برو ماكس جريب عن السيلف ستيكس التانيين. هي اثبت واحده ما بتتحركش لو في هواء كتير مثلا وانا بصور، لان الثري واي مثلا لو في رياح او هواء كتير وانت بتصور حاجه وحطيتها على الترايبود بتاعتها وفتحها على الاخر ممكن تتهز او ممكن الهواء يهزها. على عكس الجو برو ماكس جريب هي اثبت واحده والترايبود بتاعتها افضل واحده. فانا بالنسبه لي بفضل الجو برو ماكس جريب، بس كل واحد على حسب اختياره وهو عارف هو بيصور ايه وايه النشاطات اللي هيستخدم فيها السيلف ستيك، وهل اصلا محتاج الترايبود ولا مش محتاجها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ويساعدكم في اختيار السيلف ستيك المناسبه ليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي هنعملها ان شاء الله عن كاميرات الجو برو واستخداماتها والاكسسوارات بتاعتها وكل الاعدادات بتاعتها. ولو محتاجين اي سيلف ستيك من دول او اي حاجه للكاميرا ما تنسوش تشوفوا البيج بتاعتنا على انستغرام او فيسبوك جو برو بالعربي، او تقدروا تشوفوا الشوبيفاي لينك اللي احنا هنحط فيه اللينك بتاع كل سيلف ستيك من دول في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. وشكرا.